قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيجري مكالمة مع الحلفاء اليوم الاثنين لمناقشة الرد على العملية الروسية الخاصة لنزع السلاح في أوكرانيا. جاء في جدول أعمال رئيس الدولة والذي أصدره البيت الأبيض أن المكالمة ستتم عبر نظام الاتصال الآمن. وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة من واشنطن الزميل كريم يسري مراسل إكسترا نيوز. كريم، برحب بك. قبل أن نتحدث عن ردود الفعل حول المفاوضات الجارية بالفعل في بيلاروسيا بين وفدي البلدين الأوكرانية والروسية، دعني أتطرق معك إلى هذه النقطة والمتعلقة باتصال الرئيس جو بايدن مع الحلفاء والمكالمة التي ستتم بنظام آمن. ماذا يدور في الأوساط لديك في واشنطن حول هذا الموضوع؟ بالتأكيد الآن يعود الرئيس الأمريكي جو بايدن من ولاية دلور حيث قضى إجازته الأسبوعية، وينتقل الآن إلى البيت الأبيض بواشنطن لمتابعة تطورات الأوضاع بين روسيا وأوكرانيا. بالتأكيد في هذا الاجتماع مع الحلفاء سيتم مناقشة المفاوضات التي جرت بين الجانب الأوكراني والجانب الروسي في ماسك في بيلاروسيا. بالتأكيد يعني جاءت لنا الأخبار بأن تلك المفاوضات انتهت أو هذا الاجتماع تحديدا انتهى، وبالتالي من المرجح أن ينضم وزير الخارجية الأوكراني إلى الاجتماع الخاص بالحلفاء لمناقشة كيفية الرد على الطلبات الروسية وما تم إجراءه أو ما تم طلبه من الجانب الأوكراني، خاصة وأن أوكرانيا أعلنت أنها طلبت خلال هذا الاجتماع الانسحاب الكامل الروسي من أوكرانيا بما في ذلك إقليم الدونباس وشبه جزيرة القرم، وبالتالي سيتم مناقشة هذا الأمر. الأمر الآخر متعلق بكيفية التراتبية التصاعدية للعقوبات الغربية على روسيا. بالتأكيد اليوم وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت أنه يتم منع البنك الروسي المركزي من استخدام الدولار، أيضا يتم منع كافة الأمريكيين والشركات الأمريكية من التعامل مع البنك المركزي الروسي، بالإضافة إلى تجنيد أي أصول لهذا البنك في الداخل الأمريكي. بالتالي هذا تطويق أكبر على الاقتصاد الروسي والبنوك الروسية. أيضا بالإضافة إلى ذلك يعني نتحدث عن أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن غرد صباح اليوم بأن الولايات المتحدة ما زالت ما زالت ثابتة على موقفها مع الحلفاء في تصعيد العقوبات بناء على ما يحدث على الأرض من الجانب الروسي، وتحديدا القوات العسكرية الروسية التي تقوم بعمليات عسكرية وعمليات قصف في المدن الأوكرانية، أبرزها بالتأكيد مدينة كاركيف. تلك المدينة التي يعني تابعنا عدد كبير من المخطط المتعلقة ببدء عمليات القصف الخاصة بالجانب الروسي على تلك المدينة على المباني السكنية، وبالتأكيد وزارة الصحة الأوكرانية أعلنت عن عشرات القتلى ومئات المصابين. نتحدث أيضا عن أن المساعدات ندى كريم سنتحدث عن هذه النقطة باستفاضة وبشكل أكبر، لكن وحين نتحدث عن هذه العقوبات الاقتصادية التي فرضت وستفرض في الساعات القادمة على روسيا من قبل طبعا دول أوروبية أو حتى الولايات المتحدة، هناك استطلاع للرأي بأن قطاع كبير وشريحة كبيرة من المواطنين في الولايات المتحدة يرفضون قيام بلدهم بدور رئيسي في هذا الصراع طبعا القائم بين روسيا وبين أوكرانيا، لأنهم يتخوفون بشكل كبير أن تنعكس كل هذه العقوبات التي تفرض من جانب الولايات المتحدة على المواطن الأمريكي في المقام الأول. يعني إذن الخوف الآن ليس فقط من روسيا أو حتى على الدول الأوروبية، لكن حتى الولايات المتحدة من الممكن أن تتأثر بشكل كبير بعد فرض طبعا كل هذه العقوبات الاقتصادية في الداخل الروسي. الأمر متعلق بيعني تأثر الولايات المتحدة على المنحة الاقتصادي وعلى المنحة السياسي. أولا نفند المنحة الاقتصادي، بالتأكيد آخر استطلاعات الرأي التي أجريت كانت من شبكة CNN الأمريكية، ورأت يعني هذا الاستطلاع شارك فيه ملايين الأمريكيين بنسبة 80% يؤيد الأمريكيون يعني انقراض الولايات المتحدة الأمريكية في دعم الدبلوماسية في هذا الأمر والتعامل مع هذا الأمر بشكل مباشر مع الحلفاء الأوروبيين، لكن بالتأكيد عدد كبير من الأمريكيين لا يؤيد دخول القوات الأمريكية القوات المسلحة الأمريكية في معركة مباشرة مع الجانب الروسي والحلفاء وحلفاء روسيا في القارة الأوروبية. وبالتالي
هذا ما يعني تؤكد عليه الإدارة الأمريكية بأنه لن يتم الدخول حلف شمال الأطلسي الناتو في معارك مباشرة مع الجانب الروسي، ولكن سيتم تدعيم الجانب الأوكراني بأسلحة فتاكة. آخر الأخبار التي صدرت عن البنتاغون الأمريكي والمتعلقة بتدعيم القوات الأوكرانية بأسلحة فتاكة هي إرسال 500 صواريخ ستينجر، تلك الصواريخ التي تستهدف الطائرات الهليكوبتر وتستهدف الطائرات الأخرى، وبالتالي يتم الاتفاق حاليا. التسريبات التي خرجت عن البنتاغون كريم، يعني عذرا على المقاطعة ولكن يجب أن ننتقل.